العسكرية. مشاهدينا، في متابعة لآخر التطورات اليمنية ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، بعد التحية نتوقف بداية عند التطورات في مأرب والقصف على المدنيين في تعز. صباح النور من اليمن. لا زالت المعارك تتواصل حتى هذه اللحظة بين أنصار الله الحوثيين من جهة وبين القوات التابعة للرئيس هادي من جهة أخرى. جماعة أنصار الله فتحت عدة جبهات مختلفة محيطة بمدينة مأرب من مختلف الاتجاهات، فيما القوات التابعة للرئيس هادي حاولت التصدي لكل تلك الزحوفات التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين. عشرات القتلى والجرحى سقطوا من الطرفين في معارك كر وفر. كلما تقدمت جماعة أنصار الله في جبهة ربما تستعيد القوات التابعة للرئيس هادي جبهة أخرى. حتى اللحظة لا زالت المعارك تتواصل. بالنسبة لطيران التحالف فقد شن أكثر من 15 غارة جوية، كما قام بعملية إنزال منشورات للمناطق التي تدور فيها الاشتباكات تحث فيها الناس على مقاومة جماعة أنصار الله. في المقابل التعزيزات لا زالت تصل لكلا الطرفين. الآن يحاول جماعة أنصار الله التوغل والوصول إلى منطقة الطلعة الحمراء من أجل قطع الخط الإسفلتي والوصول إلى مدينة مأرب من أقصر الطرق. المعارك لا زالت تدور في تلك المناطق، الكسارة، وادي دنة، وكذلك رغوان، مدغل، مختلف الجبهات تشتعل بين الأطراف المتقاتلة. حتى هذه اللحظة أنصار الله دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى محافظة مأرب، فيما القوات التابعة للرئيس هادي وصلتها تعزيزات قادمة من محافظة شبوة من أجل عملية صد الزحف التي يقوم بها جماعة أنصار الله صوب مدينة مأرب النفطية، وكذلك الغازية التي تنتشر فيها مختلف الطاقة الحيوية في اليمن. في المقابل المعارك كذلك متقطعة إلى جانب محافظة مأرب وهي محافظة الجوف بين الطرفين. هناك قتلى وجرحى سقطوا من الطرفين. كذلك الغارات متواصلة على الشريط الحدودي للمملكة العربية السعودية، بداية من حجة فصعدة فالجوف فمحافظة مأرب. ولا زالت المعارك تتواصل حتى الآن. هذا بالنسبة للمعارك التي تتواصل في محافظة مأرب. تحديدا في المقابل ملف الأسرى، والذي كان الكثير يعول عليه كثيرا على اعتبار أن هذا الملف سيكون بداية لحل حالة الكثير من القضايا الأخرى المعقدة من الملفات في اليمن، فشل بحسب مصادر الطرفين. عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى لأنصار الله الحوثيين أكد بأن هناك تعنت من قبل حكومة هادي، وأكد بأنهم حاولوا مرارا وتكرارا إقناعهم من أجل أن يتم صفقة تبادل الأسرى، لكن التعنت الذي أدته قوات حكومة هادي هو الذي أوصل هذا الملف إلى طريق مسدود. في المقابل حكومة هذه اتهم الحوثيين أو جماعة أنصار الله الحوثيين بالتعنت في هذا الملف، وهذا ما أدى إلى فشله. كان سيتم تبادل نحو 300 أسير بعد أن تم العام الماضي تبادل 1056 أسيرا من الطرفين، لكن هذا التبادل فشل حتى الآن، على الرغم أن المبعوث الأممي طمأن بأن هناك استمرار لهذه المفاوضات، لكن الكثير يذهب إلى أن هذا الملف قد وصل إلى طريق مسدود على اعتبار أنه من أهم الملفات الإنسانية التي كان ينتظرها اليمنيون بفارغ الصبر، أن يتم إخراج 15,000 أسيرا تم الاتفاق عليهم منذ اتفاق ستوكهولم، لكن ما تم إخراجه فقط هو 1056 أسيرا. أكثر الأسرى الذين تم إخراجهم في اليمن هي بوساطة محلية ووساطات قبلية من الطرفين. نعم، على كل، نبيل، هي أوضاع كارثية أمنيا سياسيا وحتى ميدانيا باليمن. نبيل اليوسفي مراسلنا من العاصمة اليمنية صنعاء، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.